المسرح، انا ابتديت في المسرح، يعني انا ابتديت حياتي في المسرح، سنه اولى جامعه مهندسه معماريه وسنه اولى مسرح، واجمل سنوات حياتي كانت هو السنتين دول اللي كانوا بتوع المسرح، سنه اولى وثانيه عماره. وكنت راقصه باليه وبقيت بريما دونا الراقصه الاولى. سافرنا في من خلال الفرقه لمعظم الدول العربيه والاجنبيه، سافرنا المانيا والسويد وروسيا والبلاد العربية معظمها طبعا خلال سنة ونص. وأنا في الجامعة ما سبتش الجامعة، يعني وأنا في الدوامة دي. فالمسرح عشقي، بس هو فين؟ هو فين دلوقتي؟ كان عندي مسرحية مهمة جدا اسمها الصعود إلى الشمس في سوريا، بس للأسف مع إنها 3 أيام عرض بس محتاجة تحضير شهر، بس ما قدرتش أكون معاهم عشان المسلسل امرأة من رماد. يعني أحيانا الظروف الشغل بتعتذر عن حاجات انت بتعشقها وبتحبها، بس ما تقدرش